بيك. ازيك يا هاني؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد كله لله، كويس؟ كله عشان تمام شافك وحشنا والله. وانت كمان حبيبي. طيب النهارده كسبنا 5-0 بدون ما اقول اي مقدمه للسؤال، ايه رايك؟ في تحسن كبير في الاداء على الماتش لبنان والماتشات اللي كمان اللي قبليها في التصفيات، ولكن برضه لازم نحط في الحسبان اشتغلت كويس، تحوست على الكوره، اشتغلت الاطراف، اشتغلت عندك، اشتغلت في عمق الملعب كتير، خلقت فرص كتير سواء من كور ثابته او كور متحركه، بس برضه نحط في اعتبارنا ضعف منافس. المنافس طبعا، لان انت خلي بالك الضعف المنافس دايما بيخليك انت عندك اريحيه في اللعب، ولا في ضغط، ولا في حتى لما بيلعبوا مثلا في 40 متر بيلعبوا في مساحات دايما في ظهرهم، ما بيضغطوش كويس في وسط الملعب، فطبيعي جدا تبقى مفتوح جدا في المنطقه اللي ورا، والاطراف عندك ما بيدافعوش كويس. يعني لبنان رخمت شويه على منتخب مصر لان كانوا واقفين كويس في عمق الملعب والاطراف، لكن السودان ولا دفعت اللي هو الدفاع المتاخر، ولا ايوه. الدفاع المتقدم، ولا الدفاع الوسط، يعني الدنيا كانت مفتوحه جدا جدا عندهم، لكن في تحسن في الاداء، في لعيبه دخلت برضو جديده واشتغلت بطريقه كويسه، لكن يعني في تحسن، انا شايف ان تحسن الماتش على الماتش اللي قبليه. عايز اتكلم معاك عن الاستفادات من المباراه، لكن الاول اسالك في رايك في التشكيل وترتيبتك انت للعيبه في الملعب كانت عامله ازاي، ال 11 الاساسيين لمنتخبنا. يعني الوحيد اللي انا مختلف شويه في الشكل بتاعه ايمن اشرف، لان ايمن ما لعبش قبل كده في المنطقه دي، والمنطقه دي ايوه. ليها شغل معين، وخلي بالك في بس نقطه عشان الناس تبقى واضحه وصريحه، 4 3 3 فيها مشاكل في اللعب كتير، بمعنى ان انت لو عندك اتنين لعيبه البوكس تو بوكس اللي هو زي احمد سيد زيزو وايمن اشرف، لو ما بيهاجموش دايما باستمرار هتبقى انت متكتف، او انت اكنك ما بتلعبش ب 4 3 3 ملهاش اي تمام لازمه، تمام لو لعبت بالثلاثه اللي قدام بس انت خلي بالك انت شايل رقم 10 اللي هو موجود منفصل عن منفصل العالم، عن العالم صح. بالظبط، لكن هو الطريقه دي بالذات عشان تنفذها هي عاوزه شغل كتير جدا جدا جدا، وعاوزه الكثافه العدديه الهجوميه تبقى كبيره، صح. لكن مش موجوده لو انت هتلاعب ايمن اشرف واحمد سيد زيزو عشان يستلموا ويسلموا، ما تلعبهاش احسن. تمام. فانت النهارده الكلام ده يظهر امتى؟ يظهر في الماتشات التقيله او الكبيره، هل هتلعب بالثلاثه في وسط الملعب عشان يدافعوا بس او يسلموا ويستلموا بس؟ هتبقى مشكله كبيره، هتبقى انت منعزل بالثلاثه اللي قدام. حسيت ان ادوارهم الهجوميه النهارده مش مكتمله؟ النهارده مش هقدر احكم مكتمله او لا، مش عايز مكتمله، نحكم في ضوء اللي شفناه النهارده ما هو بغض انت النظر المنافس ضعيف ولا قوي. يعني انت النهارده مثلا احمد سيد زيزو الوحيد اللي ممكن يعملها كويس عشان بحكم القوه البدنيه اللي عنده، اللي هو بيلعب دايما على الاطراف، دايما ساعات بيخش جوه عمق الملعب، فعنده الحته البوكس بوكس يعرف يعملها كويس، لكن ايمن اشرف هو لعيب دفاعي يعني دفاعي يعني رقم واحد، يعني دفاعي افضل مميزاته دفاعيا، دفاعيا، لكن مفهوم. مش هيقدر يديك حته السرعه والقوه اللي مطلوبه في وسط الملعب والضغط والاستحواذ، واللي هو يروح البوكس تو بوكس هتبقى صعبه جدا جدا عليه، لكن انا استغربت يعني انا كل التشكيل بالنسبه لي، خلي بالك برضو الناس مش متابعه فيوتشر ان النهارده ان عمر كمال بيلعب كان يمين، بيلعب اصلا باك مظبوط رايت في فيوتشر، الناس مستغربه ان الناس مظبوط. بتتكلم ان الراجل اخترع المكان ده دي مش عمر، مخترعة، لا هو مش مخترع، صح، اللي نشكر عليه عمر كان لاعب واحد هو كابتن علي ماهر ان هو مظبوط. لعبه في الحته دي، فانت برضو هيبقى رئه كبيره جدا لمنتخب مصر في القوه الهجوميه، عنده صح. قوه وسريع قوي يقدر يروح ويرجع، عنده القوه البدنيه كويسه، فده برضو هيبقى مكسب كبير للمنتخب الفتره الجايه، لكن ايمن اشرف هو الحته الوحيده اللي انا مستغربها، وما احمد سيد زيزو شفته في وسط الملعب انا حابب ان احمد سيد زيزو يعني ممكن يلعب في الحته دي، لو ما مفهوم. بيلعبش في الحته الهاف رايت ممكن يلعبها ويلعبها كويس جدا.